السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي التلاميذ في هذا الفيديو هذا ديال لو كور نيميرو 1 اون فيزيك لي زوند ميكانيك بروغريسيف، دونك الموجات الميكانيكية المتوالية. دونك معكم الأستاذ علاء الدين من بلاتفورم أجيت فهم أكاديمي، أستاذ ديال مادة الفيزياء والكيمياء المستوى ديال الليسي ديال الثانوي. دونك اللي مازال ما تسجلش في لابلاتفورم ما عليه إلا أنه يدخل هذا الرابط هذا المسجل أسفل الشاشة أو ليتصل بأحد الرقمين المشار إليهما أسفل. دونك لو كور نيميرو 1 لي زوند ميكانيك بروغريسيف. دونك شنو غادي نعرفو في هذا الدرس هذا؟ اون دوا ديفينيغ اون اوند ميكانيك اي اون اوند ميكانيك بروغريسيف، موجة ميكانيكية وموجة ميكانيكية المتوالية. ونعرفو حتى لا سيليغيتي ديالها. سي كوا لا سيليغيتي؟ لا سيليغيتي سي لا فيتيس، ولكن غادي نعرفو في لي زوند بلي لا فيتيس ماشي هي لا سيليغيتي، كاين واحد الاختلاف. بالنسبه للسرعه العربيه تنقول لهم جوجهم سرعه الانتشار، ولكن في الفرنسي كنقولوا سيليغيتي وكنقولوا فيتيس. غادي نشوفوا اشنو الفرق بيناتهم. غادي نشوفوا ايضا لي تيب دي زوند، لي زوند ترانسفيرسال لونجيتودينال، غادي نشوفوا بي ديريكسيونيل تري ديمونسيونيل اينو ديمونسيونيل، يعني وحديه البعد ثنائيه البعد ثلاثيه البعد. غادي نعرفوا لا نوسيون ديال الغوتار طومبوريل، غادي نعرفوا كيفاش نحسبوا اولا نلقاو لا ريلاسيون اونتر لو روتار طومبوريل اي لا سيليريتي، وغادي نشوفوا كومون سافوار ايتيليزي ان ديسبوزيتيف بور ميزوري لو روتار، يعني غنشوفوا كيفاش اننا نقدروا تجريبيا نحسبوا هذاك لو روتار طومبوريل. صافي، هادو هما الاسئله اللي غادي نحاولوا اننا نجاوبوا عليهم في هاد لو كور نيميرو 1. Donc avant de commencer le cours, قبل ما غادي نبداو غادي نعطيكم quelques définitions اللي غادي يسهلوا علينا المأمورية ديال الفهامة من بعد. صافي، غير quelques définitions عاد ندخلوا الكور اللي كيهمنا. Donc la définition numéro 1 c'est quoi un signal, إشارة. Donc إشارة هو signal. Et une perturbation. Perturbation on dit que perturber. يعني ندير واحد لا ديزيكيليبر، ندير واحد ديستابيليتي، نرونو شي حاجه بحال هكا. دونك سي موديفيكاسيون لوكال اي تومبورير، موديفيكاسيون تغير لوكال في واحد المكان معين اي تومبورير. تومبورير يعني انه مؤقت لوكال في مكان معين. كي سو بروباج دون ان ميليو ماتيريال الاستيك. خليو هذيك كلمه ميليو ماتيريال الاستيك اجي نتاكدوا ولا اجي نشوفوا اشنو هو هذا لو سينيال. دونك جي كريي اون بيرتورباسيون ايسي، ايسي جي كريي اون بيرتورباسيون. ها هي هنايا درناها باليد ديالنا، هذا هو لو سينيال. كرينا واحد التشويه بيرتورباسيون، تشويه. هذاك التشويه ملي غادي نلونسي وغادي يبقى ينتقل في هاد لاكورد هادي في هاد لو ميليو ماتيريال الاستيك. دونك هذا هو المعنى ديال سينيال، سي اون بيرتورباسيون تشويه. دابا شوفوا معايا هاد التجربه هادي. اذا سي اون اكسبيريونس، اون فا كريي ان سينيال ا بارتيغ دين سورس ايسي. ها هي هادي لا سورس ديالنا، دونك اون سورس اي اون فا كريي سو سينيال لا. الوغ لو سينيال سو بروباج ينتشر، ها هو لاحظوا معايا كينتشر au cours ou le long de cette corde. Hein? في هذا الحبل ولا على طول هذا الحبل. غادي نعاودوا ليكسبيريونس مره اخرى، ولكن هذه المره بغيتكم تركزوا معايا مزيان، انا نطرح لكم بعض الاسئله. شوفوا معايا مزيان، المهم هذا داز بالغلط، غادي نعاودوا. ها هو ركزوا معايا دابا مع لا بروباغاسيون ديال هذا السينيال جديد. شوفوا معايا لي بوين، لي بوين دو ميليو، هادو هاد النقاط هادو لاحظوا معايا كتهتز وكترجع للمكان ديالها، كتهتز وكترجع. هاي لو موفمون ديالها كتهتز وكترجع. السؤال اللي غادي نطرح عليكم اسكونا ان ترانسفير دو لا ماتيير، بمعنى اخر واش هادوك النقاط ديال هاد الميليو هذا تيتحركوا يعني كينتشروا مع هذاك مع هذاك لا بروباغاسيون، واش كيمشيو مع هذيك لا بروباغاسيون لي دوك لي بوين؟ لا لي بوين اش كيديروا؟ كيطلعوا كينزلوا. دونك اون ا با ان ترانسفير دي بوين، ما عندناش انتقال ديال النقاط. دونك اون دي كون ا با ان ترانسفير دو لا ماتيير، يعني ان هذيك الماده المكونه لهاد لاكورد هادي ما كتنتقلش،
ما كتنتقلش غير كتهز وكتحط، ولكن ما كتنتقلش. اشنو هو اللي كينتقل؟ كتنتقل هاد، كينتقل هاد لو سينيال هذا. دونك اون دي كون ان ترانسفير دو لينيرجي، انتقال للطاقه. دونك انتقال للطاقه، ان ترانسفير دينيرجي. دونك عندنا ان ترانسفير دو لينيرجي سون ترانسفير دو لا ماتيير. ميتنون اون بو ريزومي اون ديفينيسيون دو لوند ميكانيك بروغريسيف. Donc, ce que nous avons l'expérience, c'est que nous avons la définition. Donc, une onde mécanique correspond à quoi? À la propagation, propagation d'une perturbation dans un milieu matériel. Sans transport de matière. Sans transport de matière. L'onde ne transporte que l'énergie. تنتقل لينا غير طاق. هذه هي لا ديفينيسيون ديال لوند ميكانيك. تفهمنا هذا التعريف؟ هذا خاصكم تحفظوه لانه ضروري، ما كيتعطى في الفروض ولا قلبتو تالي ناسيونال غادي تلقى. فلا ديفينيسيون ديال لوند كنت كنتكلم على ان ميليو الاستيك. شنو هو بالعربيه ميليو الاستيك؟ وسط مارين. سي كوا وسط مارين؟ يعني ما معنى وسط مارين؟ C'est un milieu qui reprend sa forme initiale après le passage d'une onde mécanique. Il faut que je vous souvenez de l'expérience. Et que c'est un milieu élastique. D'accord, c'est un milieu élastique. Alors, il se déforme et il reprend sa forme. Il faut que je vous souvenez de la forme d'elle. Donc, on dit que c'est un milieu élastique. Voilà ça, mais. Aucun enfant, les ondes se propagent dans toutes les directions qui lui sont offertes. Yani, elle a كتنتقل في جميع الاتجاهات المتاحة لها، الطرق المتاحة لها qui sont lui offertes. بمعنى مثلا ملي غنمشيو لهاد لوند، هادي لو لوند دون كورد، نعاودها، لاحظوا معايا. Elle se propage dans une seule direction، غير في اتجاه واحد، بحال شي قطار، بحال ان تران كاين في السكه ديالو. دونك كتمشي في اتجاه واحد، اون دي كو اوني ديريكسيونيل، يعني احاديه البعد، احاديه البعد. مي باغ اكزومبل الا خدينا لو كا دو نوند كي سو بروباج دون لا سيرفاس دو، شديت واحد بيغ، واحد الحجره، وحنا فوق واحد لا سيرفاس دو. دونك لوند سو بروباج دون ان بلون، فواحد لا سيرفاس، فواحد المستوى. دونك هذاك المستوى معروف بانه عنده دو ديمونسيون اكس و ايغريك. الوغ اون دي كو لوند ايسي سو بروباج دون دو ديريكسيون، دون دو ديريكسيون. هادشي اللي متاح ليها. نشوفو لو تروازيام كا. لو تروازيام كا سي لوند سونور، الموجه الصوتيه. بحال مثلا انا ملي كنتكلم معاكم راه يعني كنصدر واحد الموجه صوتيه من الحبال الصوتيه اللي عندي في الحنجره ديالي. ولكن ملي كنتكلم مثلا، انا كنتكلم مع واحد صاحبي جالس قدامي، فهو كيسمعني حيت جالس قدامي. دونك هذا هو الديريكسيون الاولى. ولكن دوك اللي في جنابي حتى هما كيسمعوا، وداك اللي ورايا حتى يسمع، وداك اللي فوق مني كيسمع، ويعني كلشي اللي حواليا انا كيسمعوني. دونك كتنتشر في جميع الاتجاهات المتاحه لها، لان هنايا 3 ديمونسيون. دونك اون دي كو 3 ديمونسيونيل، يعني ثلاثيات الوان. Rejoins ma expérience. Maintenant, je vais créer une onde. Je vous mets à l'onde. Min gadi t'créer. Min gadi t'bida. Donc, je vais créer une onde. Voilà. Donc, l'onde a été créée à partir de ce point-là. Et le point-là, je nous connais mieux. Connais mieux la source. La source. المنبع، المنبع، المنبع S، la source S. donc on crée une onde à partir d'une source S. mais à partir d'un ou d'une date، d'une date، يعني انطلاقا من واحد التاريخ محدد. je vais recréer l'onde، هاي هي la source. mais à la date t égale à 0. Et donc je vais créer l'onde, recréer l'onde, ou on dire start le chronomètre d'IL qui indiquait la date. Donc on dit go start. Donc à t égale à 0, je vais créer l'onde. طبيعة الحال كل نقطة من هاد لاكورد هادي كتوصلها، كتوصلها لوند في واحد التاريخ محدد.
وكاع هاد النقط هادو الى شفتو غادي نعاود ليكسبيريونس. شوفوا معايا لو برومي بوين لا سورس اش دارت ان موفمون فيغ لو هو وعاودت نزلت فيغ لو با. شوفوا معايا كاع لي بوين اللي كتوصلهم لوند كيطلعوا فيغ لو هو وكيرجعوا فيغ لو با. اذا كاين واحد لو بوين سورس لي ابارتير دو سو بوين لا à t égale à 0, on crée l'onde, ou à ouel, nokta ketehtez. Ou gaa les autres points, qui aoudou nefs l'haraka, ils reproduisent le même mouvement de la source, mais après un retard. Htia katmour wahed l'moudde zemania, aad katousal halon. Donc on dit, après, reproduisent le même mouvement de. Les autres points reproduisent le même mouvement de la source après un retard temporel. Donc, je vais vous expliquer la définition. Donc, la perturbation créée au point S, la source, à t égale à 0. L'origine des dates, et se propage en proche au proche avec une vitesse بريسيز يعني بواحد السرعه ثابته. هنا مازال ما كنتكلمش على سيليغيتي لاني لحد الان باقي ما شرحتش لكم الفرق بين فيتاس وسيليغيتي. دونك جوست كان ميتنون راه كنقولهم بحال دونك لو بوين سورس هو هذا اللي تيكون في الاول قلنا صافي. دونك لو برومي بوين او على دات تي ايغال ا زيرو يعني اون كري او لوند كومونس ا سو بروباجي ا بارتير دو لا سورس à t égale à 0, donc l'origine des dates. Ou les points chrénes qui sont baqin immobiles, baqin wuslatom chlond. Après un retard temporel, aad katousalhom lond. Donc, hadchi li charh likom hnaya, donc chaque point du milieu matériel qui aoudlina reproduit la perturbation de la source après un retard, li ghadi nsemmiw to qui tiktib bhal hakka, bhal harf lha bilarabiya. Donc la perturbation met un certain temps grâce à واحد المده زمنيه à توصل les autres points après un retard. Maintenant بغيتكم تركزوا معايا على هذا لو بوين ام هذا اللي رسمت لكم هنايا في ليكرون صافي. المهم هو غادي تحيد ولكن نتوما عقلوا عليه راه هو اللي فوق منه هذه المسطره هذه اللي حطيت لكم هنا صافي. هذا لو بوين ام هذا بغيتكم تركزوا عليه ملي غادي توصلوا لون تشوفوا شنو غادي ندير. دونك جو ياك الوقت اللي غادي توصلوا لوند غندير ستارت والوقت اللي غادي تفوتوا لوند غندير ستوب. دونك ستارت ستوب مزيان صافي هادشي اللي كيهمني. اذا المده الزمنيه باش تهز هذيك لا دوغي باش تهز هذاك لو بوين ام ورجع لبلاصتو شحال اون سكوند و15 جزء من الثانيه. اذا الثانيه و15 جزء من الثانيه هذيك لا دوغي اللي تهزت فيها لو بوين ام ورجعت لبلاصتها اش كنسميوها لا دوغي دوند. لا دوغي دوند مده الموجه صافي. نعاود هاهي ملي غادي توصلها هي هذه هذا هو لو بوين ام هو داك الازرق. دونك هذه هي لا دوغي دوند الوقت اللي غيتهز وغيرجع هذه سي اون دوغي دوند. مزيان ندير اغيتي شوفوا معايا دابا هاد المسافه هادي هاد المسافه من هنا حتى لهنا هاد المسافه هادي هاد المسافه شنو كتسمى هذيك لا ديستانس كتسمى لا لونغور دوند طول الموجه لا لونغور دوند. الا بغينا نعبروها نشوفوا شحال فيها غادي نمشيو هنايا غادي نفيكسيو المسطره ديالنا هنا ياك وغادي نفيكسيو لوتر ريغل هنا ايسي. دونك اون فا تروفي ما بين 35 هادي 36 37 38 38 ونص ما بين 38 ونص 40 41 42 43. دونك 43 ونص ما بين 43 ونص و 38 ونص عندنا 5 سنتيمتر. دونك اكسبيريمونطالمون جي تروفي كو لا لونغور دوند ايغال 5 سنتيمتر. دونك كاينه la durée d'onde اللي لقيناها 1 seconde virgule 15 بالكرونومتر وكاينه la longueur d'onde طول الموجه اللي لقيناه اكسبيريمونطالمون شحال 5 سنتيمتر. maintenant je peux modifier un autre paramètre c'est ici l'amplitude هي مكتوبه هنا l'amplitude donc je vais garder le maximum de l'amplitude لاحظوا معايا هي. maintenant je vais diminuer هاد l'amplitude هادي
دونك يبان لكم لامبليتود هو الوسع، هو ديك الماكسيموم ديالها ديال لوند. نقص مازال، نقص مازال، نقص المينيموم كاع. دونك كنلاحظوا بانني ممكن انني نتحكم في لامبليتود، دونك سي ان بارامتر كي كاركتيريز لوند، حتى هو كيميز لينا، كيميز لينا لوند. دونك هادشي كامل اللي شفنا دابا غادي نريزيميو في هاد الفقره هادي. دونك توت اوند، كل موجة اي كاركتيريزي باغ اون سورس اللي تكلمنا عليها قبيله، اون دوغي دوند المدة اللي تهز فيها ان بوان وكيرجع لبلاصتو، اون امبليتود الوسع الماكسيموم ديال الوسع ديال هذيك لوند، اي اون لونغور دوند المسافة بين بداية اللوند اي النهاية ديالها، ما بين البداية والنهاية، ما بين لو ديبي اي لا فان دو لا بيرتورباسيون، كنسميوها لا لونغور دوند. Maintenant, je vais tracer un point, c'est le point très important de l'onde. On va créer l'onde et je vais la lancer. Yak, on va dire arrêter. On va dire pause. Yak, on va dire pause. Je vais mettre le point de l'onde. On va dire plus. C'est le point F. Si tu mets le front de l'onde, الموجة، مقدمة الموجة، هذا لو بوان اف هو اللي غادي يعاوننا باش غادي نعرفو كيفاش النقاط ديال هذاك الميليو ماتيريال كيفاش كيتهزو، كيفاش كيتحركو، لانه كتعطى في التمارين بزاف وهذيك كيوحلو معاها بزاف ديال التلاميذ. دونك ردوا معايا البال، هاد لو فرون دو لوند، هاد لو فرون دو لوند هو المقدمة ديال الموجة. دابا انا غنحيد هادشي اللي مكتوب هنايا وبغيتك تركز معايا في لو فرون دو لوند اش كيدير هنا في هاد الحالة هادي. اذا غنحيد هادشي، شوفوا معايا نديرو نو غالونتي. دونك لاحظوا معايا لو فرون دو لوند مقدمة الموجة كتهز الى الاعلى وكترجع، كتهز وكترجع. دونك هذا هو لو فرون دو لوند، هو ابعد نقطة وموراها شوفوا معايا كاع النقط اللي بعدها فهي ايموبيل، ما كتحركش. دونك لو فرون دو لوند هو ابعد نقطه كاينه في لوند، هو الجبهة، هو المقدمه، والنقط اللي كتكون قدامه كتكون ايموبيل ما كتحركش. اذا هادشي اللي كاتب لكم انا هنايا، دونك لو فرون دو لوند ها هو لو بلي لوان، ابعد نقطه دو لا سورس، سويفي اي دون لو سونس دو موفمون ان تري هوريزونتال. هنا اللي هاد لو تري، هذا لو تري، هذا الخط هذا كيبين لينا بلي لي بوان ايل سون ايموبيل ما كيتحركوش. دونك اشنو كيعطينا، شنو المعلومات اللي كيعطينا هاد لو فرون دو لوند، هاد مقدمة الموجة؟ كتعطيني كيفاش تهزت الموجة على تي ايكال زيرو في ال في في ال في الاول، فاش يلاه لونسينا لوند. حيت قلنا قبيله شنو قلنا؟ قلنا بانه كاع لي بوان دو ميليو ماتيريال ريبرودويز، تعيد نفس الحركه ديال المنبع ديال لا سورس. الوغ الا تهز لو بوان اف فيغ لو هو، يعني ا تي ايكال ا زيرو في اصل التواريخ، كتعرف بلي راه لا سورس تهزت فيغ لو هو. الا لو فرون دو لونغ تبان لك كيهبط لتحت كيفوندي فيغ لو با، حتى لا سورس ا تي ايكال ا زيرو كانت كتنزل فيغ لو با. صافي، هذا هو اللي بغيتكم تعرفوا دابا باش نديروا واحد لابليكاسيون تفهموا اكثر. شوفوا معايا دابا هنايا عندي اون فيغور ريبريزونت، يعني كتبين ليا لاسبي، الشكل لاسبي دو لاكورد، يعني شكل الحبل في واحد لانستون دوني لوند. غادا درت ليها بوز، صورت انايا هاد، درت كابتشور ديكرون حطيتو ليكم. كاينين كيلكو بوان دابا اتي ديفيرون دو زيرو، رجع دازت واحد المده عاد صورت انايا هاد لاسبي دو لاكورد. كاينين دي بوان اس لا سورس اها، وكا ال ام ان او، هادو كاملين نقاط كينتميو للميليو ماتيريال. دونك انا بغيت نشوف لو موفمون ديالهم، فنبداو في لانستون تي. شوفو حنايا ا تي ايكال زيرو، هذاك لو فرون دو لوند، هاد النقطة اف هي اللي غادي تعطيني فكرة على ا تي ايكال زيرو اش كان واقع. دابا هنا اون فوا كتوصل لوند، كتوصل لو بوان اف، اش كدير هاديك لو بوان كيطلع فيغ لو هو، كيطلع فيغ لو هو. لا بغيتي تاكد معايا، شوفو معايا هنا، هاي نعاود هانتوما، شوفوا لو فرون دو لوند اول نقطه كتهز الاعلى، كتهز الاعلى دونك فيغ لو هو، يعني انه كاع لي بوان اون فوا كتوصلهم لا بيرتورباسيون كيتهزوا فيغ لو هو.
دونك ولكن اتش ايغال زيرو يلاه لونسينا لوند لو بوان لو بوان اس لا سورس غاتشيز فيغ لو هو عادي ولكن لي زوطخ بوان واش وصلتهم لوند مازال ما وصلتهمش لوند مازال ما وصلتهمش بيرتوباسيون دونك اون دي كو لي زوطخ بوان اي سون ايموبيل باقي ما تهزوش اتش ايغال زيرو في اصل التواريخ ملي وصلت لوند لهذا الشكل هذا اللي وصلنا ليه دابا يعني اتي فاش درت كابتيو دي كون اجي نشوفو لا سورس اس ديجا الي اون هو ديجا واصله لهو اشنو غادي تبعها غتنزل فيغ لو با غتنزل فيغ لو با لانها ديجا هي اون هو لو بوان كا الي ديجا اون با راه كاين لتحت الوغ غادي يطلع فيغ لو هو دابا لو بوان ال الي ديجا اون هو خاصو ينزل دونك اون دي فيغ لو با غينزل فيغ لو با Le point M, elle est déjà quoi? Elle est déjà en bas. Alors, ça se fait là vers le haut. Hein? Qu'il l'état stable d'IELO. Le point N, N, elle est en train de quoi? Ah, on va dire, mais il va dire, foutu long. Drabaki, rah déjà, tiz, on va dire, j'ai le mec en d'IELO. Donc, on va dire, vers le bas. Ah, ou, elle est en train de, ou là, un mouvement vers le bas. Et on a déjà tiz, on zil, vers le bas. Le point O, par contre, on se la touche long, donc immobile. Immobile. Ça fait immobile, يعني انه لا يتحرك. Le premier mouvement, اول mouvement, اول حركه ديال لوند او اول حركه ديال لو بوان ملي كتوصلوا لوند. اذا اش كنديروا؟ كنعتمدوا على لو فرون. ها؟ كنعتمدوا على لو فرون واللي كنشوفوا. جميع النقاط اون فوا كتوصل لوند اش كدير؟ دونك فيغ لو هو. فيغ لو. كاع النقاط اون فوا كتوصل لوند كيتهزوا فيغ لو. صافي؟ دونك هذاك السؤال ديال فينا هما النقاط اللي غيتهزوا فيغ لو هو فينا هما النقاط اللي غيتهزوا فيغ لو بار ضروري كيكون في التمارين ورا ان شاء الله غادي ندير معكم تمرين في لا سيري دي زيكزيرسيس اللي غنتناولوا فيه هذه المساله هذه اذا بعد ما عرفنا لو سونس دو موفمون ديال دي بوين دو لا كورد ميتنون اون باس او تيب دوند شوفوا معايا هنا لا فوتو نيميرو 1 دونك اون فا كري ان سينيال سو سينيال فا سو بروباجي دونك اون بارل دو لوند ميكانيك هاد لوند هادي الا شفتو لا ديريكسيون دو ديبلاسمون ولا ديريكسيون دو perturbation et une tige de chouet tige de chouet ou la direction de la propagation une tige l'intichar parce que l'ahdou billy la direction de la de déplacement ou la perturbation ou l'itige de l'intichar qui va se dire une tige de perpendiculaire donc la halal l'oula il y a un autre c'est ce qu'on a dit la direction de la propagation la direction de déplacement ou la de perturbation sont perpendiculaires alors la halal l'oula perpendiculaire deuxième la halal tienne on a un ressort ah ouais ressort on va créer une perturbation on va créer une perturbation un signal fait le ressort là et ce signal va se propager ah ouais le signal ouais il va se propager il y a ni de gauche à droite donc la direction de la propagation itijar itichar ou l'itijah ديال التشويه ديال le déplacement يعني la compression ou la perturbation كيفاش دايرين هنايا كنشوفوا ils sont parallèles donc parallèles donc on a deux types de des ondes lorsqu'on parle de la direction de propagation est perpendiculaire à la direction de l'onde ou la de la perturbation on dit que c'est une onde transversale موجة مستعرضة بحالاش بحال اون اوند سو بروباج على سيرفاس دو لا سيرفاس دو الى لحتي واحد لابريير واحد الحجره فوق لو راه غتبان لك بان اتجاه التشويع عمودي الى اتجاه الانتشار لو لونغ دون كورد حتى هو دونك هادي سي اون اوند ترانسفيرسال صافي بيربونديكولارمون هاهي بيربونديكولار لو تيب الثاني سي اون اوند لونجيتودينال لونجيتودينال طوليه طوليه دونك لورسكو لا ديفورماسيون اي باراليل ا كوا ا لا ديريكسيون دو لا بروباغاسيون بحالاش بحال اون اوند كي سو بروباج دون ان ريسور كيف ما شفنا اي لوند سونور انا غادي نوريكم كيفاش لوند سونور الموجه الصوتيه اي اون لوند لونجيتودينال دونك باش نعرفوا ك لوند سونور الموجه الصوتيه اي اون لوند لونجيتودينال لان موجه طوليه اذا عندنا هنا ان هوبارلور واحد المكبر ديال الصوت وبطبيعه الحال عندنا يعني مكبر الصوت اش غتلقى موراه غتلقى موراه لي موليكول داغ يعني غتلقى موراه جزيئات ديال الهواء هذيك الجزيئات ديال الهواء كيف ما كتلاحظوا فهي مرتبه واحد الشكل معين Donc, lorsque je veux créer une onde sonore, là, je vais la vibration du haut-parleur. Je vais la vibration du haut-parleur, le haraka du haut-parleur, du mukbir saut. Ah, yeah. Donc, là, je vais la donner, on obtient une compression des molécules d'air. Compression. Une dégrade. Ou tu as mis doute. Ou dilatation. Donc, compression et dilatation des molécules d'air. Et elle dit que la compression, là, je vais la elle est horizontale, elle est ufoqia. وحتى لا ديريكسيون ديال لا بروباغاسيون حتى هي الي اوريزونتال دونك اون اوبسيرف بيان كو
que la direction de la propagation, elle est parallèle à la direction de la perturbation. Donc, l'onde sonore, on dit que c'est une onde, comment? Elle est longitudinale. Comme qu'il y a l'autre classification des ondes progressives, qu'il y a une onde progressive à une dimension, la propagation d'une onde le long du corps, donc à une dimension. À deux dimensions, la propagation d'une onde sur la surface d'eau, il y a la sorte de mer. Ou une onde à trois dimensions, il y a l'onde sonore, maintenant, je vais créer deux ondes, faites l'expérience. À gauche, il y a ça, une impulsion vers le haut. Il y a une onde vers le haut. Ou à droite, il y a une impulsion vers le bas. Il y a une onde vers le bas. Ou à l'échauffement, il y a une onde vers le haut. Qui va se mettre à l'échauffement? Donc les deux ondes se croisent. Donc on a un croisement. Tcharakou. Qu'est-ce que vous faites? Il y a une positive, une mujaba, une négative, saliba. La même amplitude. Donc les amplitudes s'ajoutent algébriquement. Donc elles se croisent, elles s'ajoutent algébriquement et chacune d'onde reprend son chemin. Deux impulsions vers le haut. Donc deux impulsions, ils s'ajoutent, impulsion kbira, une double diagramme. Donc ils s'ajoutent algébriquement. Donc lorsque deux ondes mécaniques, donc ils peuvent se superposer sans se perturber. Lorsque les deux perturbations se croisent, donc leurs amplitudes s'ajoutent algébriquement, il y a une la variation, mais après le croisement, chaque perturbation reprend sa forme propre. Il y a une de la forme d'hier. Maintenant, je vais vous expliquer comment calculer expérimentalement la célérité d'une onde. Donc le dispositif expérimental. La célérité, maintenant, on dit célérité et pas vitesse. Alors, je vais les commenter. Donc, on place deux capteurs, C1, C2. Avec un chronomètre électronique. Les capteurs, bien sûr, ont la distance d. Les capteurs, à chaque fois, l'onde va être au le capteur va être saisi là, il va être la date où il entre C1 et C2. Alors, on va dire l'expérience. Donc, les deux capteurs, moi, j'ai les placés, les abscisses 20 cm ou 40 cm. Donc, les capteurs, les clés, j'ai les C1 qui est là et C2 qui est là. Bien sûr, une distance d. Je vais dire la distance là. Entre 40, ça y est, l'abscisse 40 et 20. Donc, quand on dit 20, on a 20. Parce que ça, elle a dit que la distance, ça s'attaque à 20 cm. Donc, 20 cm. Qu'est-ce que je vais dire? Ça s'attaque à la vitesse et la célérité. Une fois, je vais lancer le chronomètre. Une fois l'onde passe par le premier capteur, je vais enregistrer la date. Je vais dire si j'ai la date. Une fois l'onde va sur le capteur numéro 2, je vais dire si j'ai la date. Donc, si j'ai la date T2 et la date T1. Ça fait, tu vois, là, je vais dire, on va dire, on va dire. Donc, je vais lancer l'onde. Je vais lancer l'onde et je appuie sur Start. Donc, une fois que tu as le capteur numéro 1, je fais le tchèque. Donc, ça. Ça. Ça, c'est bon. Capteur numéro 2, 13. Entre 6 et 13. Bien. Donc, on dit stop. Ça fait. On dit d'abord, on dit que en moins. Donc, je vais enregistrer. Donc, T1, c'est 6 secondes. Et T2, la date T2 égale 13. 13 secondes. Entre les capteurs C1 et C2, maintenant, 20 cm. Maintenant, 20 cm. Donc, comment calculer la vitesse? On a d'abord vitesse. Donc, vitesse, c'est ce qu'on dit. Quand on dit la distance, la distance sur la durée. La distance, il y a 20 cm. 20 cm. Quand on a delta t. Delta t, c'est ce qu'il y a. Il y a le fark entre les deux instants. Il y a le fark entre les deux instants. Donc, 13 moins 6. Chacun a 20 cm, il s'est le mètre, fois 10 à la puissance moins 2, sur 7. Donc, elle est là. Donc, si je joue face là, on a fait un peu comme ça. Donc, elle est une fraction, il 10 à la puissance moins 2 sur 7. Donc, on va trouver 2,85, 86, 10 à la puissance moins 2.
يعني تقريبا شحال يعني 0.086 ولا 8 متر سكوند موانزة، هذه هي في صافي. دونك شنو هي القاعدة اللي اعتمدت عليها هنايا؟ القاعدة اللي اعتمدت عليها هي هذه، دونك دي دونك في ايغال دي سور دلتا تي، في سي لا سيليريتي دو لوند. دونك بوركوا اون دي سيليريتي؟ Parce que la propagation de l'onde ou la perturbation dans un milieu s'effectue avec une célérité, à la vitesse. Mais puisque la propagation s'effectue sans transport de matière, les NMKNH matière, on préfère d'utiliser célérité. D'abord, la vitesse, c'est ce qu'on dit en mécanique. Mais si on a la voiture, on peut faire le point A, le point B. Mais si on peut faire le point D, le point D. Voilà sur quel on peut faire la voiture. Il y a la matière, le moteur, le roi, donc tout ce qui peut. Donc on a un transport de la matière. Donc ici, on parle d'une vitesse, donc la vitesse de la voiture. La vitesse de la voiture, parce qu'on a un transfert de la matière. Mais, flonde, mais on a un transfert de la matière qui fait un transport d'énergie. Alors, on dit que la vitesse, je vais la remplacer par le mot célérité. Vous savez, donc, maintenant, le terme, je vais vous dire que je vais vous dire vitesse, je vais vous dire célérité. Vous savez, la célérité de l'onde. Donc, la célérité de l'onde. Alors qu'est-ce qu'on peut mettre par seconde? Parce que la distance, elle est en mètres. Ou la durée, le mot de zéménie, qu'est-ce qu'on bêche? Qu'est-ce qu'on peut seconde? Alors, on dit mètre par seconde. Ou là, on peut mettre seconde moins 1. Si on a fait le maqam, on peut mettre à la base. Ou là, on peut mettre à la puissance moins 1. Ça fait. Et donc, il y a la raqa, les radis, ou a qui lève, V égale à D sur delta T. Ou cette raqa, Inch'Allah, on va faire une zéve de la raqa. D'abord, nous allons voir comment on fait la V égale D sur delta T. Comment on l'exploite. Donc, on commence par le premier cas. Maintenant, tu attaques une phrase. Donc, on va faire un exemple. On va faire un exemple. On va faire un exemple. L'onde parcourt 5 cm pendant 10 secondes. Alors, D égale 15 cm et V égale 10 secondes. On va faire un exemple. V égale D sur delta T, de l'application numérique tranquille, 15 cm, donc c'est 10 à la puissance moins 2, ou sur 10. Sur 10. Donc, on a des application numérique, de chauffe calculatrice, ça 1,5 mètres seconde moins 1. Ça fait, elle est graphiquement maintenant. Maintenant, comment exploiter la relation graphiquement? Qui attaque un chèque comme ça, avec une indication sur la source, qui est S, donc l'onde est émise de la source à l'instant T égale, par exemple, 0. Donc tu calcules la distance SM, mais la source est celle de le point M. Avec quoi est l'échelle, on a 4 cm. Donc tu calcules avec la distance SM. Tu vois ce qu'il fait avec le morbeau. 1, 2, 3, 4. Et donc on a 4 cm. 1, 2, 3, 4. On a 4. Donc on a 4 cm. C'est 4 cm. Il va y avoir le D, 16. بالنسبه لدلتا تي، دلتا تي غادي يكون عاطيك لانستون ديال التصوير. مثلا هذيك تي 1 غايقول لك اودي راه صورنا الانستون تي ايغال 10 سكوند، يعني على انستون بحال كيما درتي قبيله بالتجربه 10 سكوند غادي تصورنا. اذا غادي دير دي ايغال 16 دي 4 في 4 16، ودلتا تي اش كدير؟ كدير لانستون تي 1 اللي صورتي فيه ناقص لانستون ديال ديبار. لانستون ديبار هو زيرو، دونك ما غادي تبدل والو. دونك في ايغال 16 سنتيمتر موان 2 سور تي 1 سي 10 موان 0، 10 موان 0 هي 10. دونك غادي تعطيك 1.6 متر سكوند موان 0. صافي ما تجاوبتي. هذه غرافيكمون. كاينه طريقه اخرى عاوتاني غرافيكمون عاوتاني، هنايا سون اوكين انديكاسيون سور لا سورس، ما يعطيكش لا سورس. غايقول لك لوند باس باغ لو بوان ام الانستون تي 1، غادوز من البوان ام في الانستون تي 1، وغادوز في البوان ان في الانستون تي 2. باغ اكزومبل الانستون تي 1 سي 10 سكوند، والانستون تي 2 سي 15. باغ اكزومبل 15 سكوند. دونك كومون كالكولي ماتنو؟ غاتمشي غاتحسب لا ديستونس ما بين ام ان، حيت انت عندك المعلومات هما ام و ان. غتحسب المسافه بين ام ان، غتعطيك جوج مربع، جوج مربع في 4 سنتيمتر هي 8 سنتيمتر. غتبقى غادي تبقى لك غير دلتا تي. دونك في ايغال دي سور دلتا تي ايغال كومبيان؟ ايغال 8 سنتيمتر. دونك 8 سنتيمتر سي 8 فوا 10 على بويسونس موان 2 سور تي 2 موان تي 1. ديما كدير الانستون الاخر ناقص الانستون الاول، 15 موان 10. هنا السكوند ما كيتحولش صافي، لانه اصلا يونيتي انترناسيونال. دونك غادي تعطيك 8 10 موان 2 سور 5، وغتحسبها بالكالكولاتريس وغتخرج. دونك هادو هما لي ديفيرونت كا اللي ممكن انك تتصادف معاهم في التمارين، انا درتهم معاك دابا. دونك ماتنو اون فا باسي ا اون ابليكاسيون بوغ يعني تبتو هادوك المعارف كلهم اللي درناهم. دونك جو في ليغ لابليكاسيون، غادي نشرحها لكم، غاديروا بوز لا فيديو وغتخرجوها على راسكم، ومن بعد تلاقاو مع التصحيح. دونك اون كري اون ديفورماسيون، اون ديفورماسيون ا لا دات تي ايغال زيرو. دونك كرينا درنا واحد لوند، واحد البيرتورباسيون ا لون دي زيكستريميتي دان غوسور. دونك هنا عندك ان غوسور بحال هكا، دونك اون ا كري اون ديفورماسيون ايسي ا تي ايغال زيرو لو بوان اس. هنا
Savez, soit l'axe ou le SX. SX, c'est l'axe du ressort. Il n'y a qu'à choisir l'axe. Mal, c'est SX. Et ton S, l'origine, à l'axe des abscisses. Ah, y a S, il y a l'origine, il y a NRO, S ou A, la source. À l'instant T1, ah, y a, l'instant T1 égale 15 secondes, la perturbation parvient à un point M à l'abscisse X1, 25 cm. Il y a la déformation. À l'instant, elle est l'instant T0. T0 égale à 0. Ou alors, l'instant T1, il est égal à 0,15 secondes. La perturbation fait en cela, tu x1 égale combien? Égale 25 cm. Après, l'origine, ouais, donc x0 égale à 0. Donc, calculer la célérité de l'eau. Il y a donc, comme à, mettre une image de la on te la parle, mettre ça, et repose la vidéo. Donc, maintenant, à la solution de l'exercice. On sait que v égale d sur delta t. Donc, la distance sur la durée. Donc, je dis non, la distance, on va dire le fac. Mais bien x1 ou x0, il y a x1 moins x0 sur t1 moins t0. Ça fait, on va dire l'application numérique, v égale x1, chale 25, moins 0. Et là, je dis 0, là, je dis l'origine. L'origine. Il y a l'asle. Ça fait, sur quoi? Sur t1 moins t0. T1, chale 0,15 moins 0. C'est une situation, chale, la conversion. La conversion, c'est centimètre, tu le mètre, tu as 10 ou ça fait, il y a dans le hasbo, oui. Elle dit que 25 moins 0, là c'est 25, c'est pas la peine de faire. Elle dit que l'amélia, ça fait mon bachar, on dit 10 moins 2, ou là, sur 0,15 moins 0, donc 1,66, donc 1,67. Donc V égale 1,67, l'unité, c'est mètre seconde moins 1. Et là, on a là, application numérique pour calculer la célérité de l'onde mécanique. Ça fait. Un autre dispositif pour calculer ou pour mesurer la célérité d'une onde le long d'une corde, donc je vais expliquer le dispositif donc on a une lame vibrante, un mouvement va et vient, donc elle va vibrer cette corde là, va vibrer cette corde. La corde est à la fin d'elle, une poulie fixe, un coton humide. Le coton humide, pour éviter la réflexion des ondes. Le corps est pour appliquer une force, appliquer la force sur la corde. Donc, l'électron aimant, électro aimant, pour faire vibrer la lame. La lame, dire une vibration, ou l'onde mécanique progresse. Ça fait, donc là, on utilise soit le coton humide ou l'eau. Ça fait, soit le coton, soit l'eau, ou l'autre, c'est dire un jour, dire le coton flou, éviter la réflexion d'elle. Donc, comment? La force F. Donc, comment calculer la célérité de l'onde? Faites le cadre. Donc, l'expression de la vitesse le long d'une corde, il y a la célérité. Donc, on va remplacer le mot vitesse par célérité. Donc, c'est. Ou la mumkin en exclure que le fait. Donc, égal quoi? Racine carrée, j'ai de mon bas de T sur mu. Mu. La vie que c'est ma mu. Mu. Donc, c'est quoi T? T, c'est la tension du fil. Hein? C'est souvent le poids de du corps. Ou est F? Il y a un smicha F, moi, il y a un smicha T. Donc, T, a l'intensité d'elle, la chute d'elle, qu'est-ce qu'on peut nous donner? Ou Galiban? غالبا ملي كتعلق انت واحد لو كور هنايا فهذاك لو بوا ديالو بي ديالو هو لو بوا ديالو كيكون هو نيت هو لا طونسيون ابليكي سور لا كورد دونك كتكون اون نيوتن صافي اون نيوتن مي سي لا ماس لينيك الكتله الطوليه الكتله الطوليه كومون كالكولي لا ماس لينيك سي لا ماس سور لا لونغور لا ماس سور لا لونغور ام سور ال لا ماس سور لا لونغور هايا الى اكسبريمي اون غرام كيلوغرام سور متر ou là kilogramme mètre moins 1. Par exemple, je veux calculer par exemple une masse linéique, on dit que 10 ou là 1 kilogramme sur 2 mètres, sur 20 mètres par exemple. Donc la masse linéique c'est 0,05 kilogramme mètre moins 1. Ça fait la masse linéique, M c'est la masse de corde et L c'est la longueur de la corde. Donc elle est à la
كوا ممكن تحسبوا بها لا فيتاس دو لا بروباغاسيون غير بشرط انه يكون عندك لا تونسيون دو فيل ها ولا لو بوا ديال هذاك الجسم اللي معلق فيه في لا كورد، وخص تكون عندك لا ماس ديال لا كورد وتكون عندك لا لونغور ديال لا كورد، وممكن انك تستعمل هذه العلاقه وحتى هي راه كاينه في لا سيري دي زيكزارسيس ان شاء الله راه غادي نجاوبوا عليها. دونك ماتنون اون باس ا لا نوسيون دو روتار تومبوريل، التاخر الزمني. التاخر الزمني. دونك pour étudier la propagation d'une onde non amorcée, yani annaha ghair mukhmada, le long du corde ou d'une corde, on crée à l'instant t égal à 0 une déformation, yani la source, ou hadik la perturbation, ça va propager le long d'une corde à une célérité v. Donc à date, donc hna choufou maala, fwahed l'instant t, l'onde ou la perturbation passe min wahed le point m. Après un certain moment, b'ad wahed mouda, هذيك بعد واحد المده انا قلت كلمه بعد ابري ابري ان سيرتان مومون لا بيرتورباسيون باس بار ان بوين ام بريم دونك لانستون ما غاديش يبقى هو نفسه مثلا الا كنتي هنا دزتي داز لوند ا تي ايغال 10 سكوند فهنا راه دوز ا تي بار اكزومبل تي بريم ايغال 15 سكوند دونك ابري ابري ان روتار ابري ان روتار يعني كاين واحد تاخر دونك هنايا اون دي كو On a un retard temporel, un retard temporel entre le point M' et M. Et le retard il est noté par la lettre Tau. C'est une lettre grecque, Tau, que tu appelles. Donc, comment obtenir Tau égale M' sur V. Donc, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons fait V égale quoi? Égale à D sur delta T. La distance. La distance entre ces deux points. Mabine M ou M', il y a la distance M'. وكاين لا دوري اللي دارت لوند من هاد لو بوان ام حتى لو بوان ام بريم هو داك الروتار هو داك الوقت اللي بيناتهم دونك سيغ طو ديتا تي غنعوضها بطو قلت لكم هذيك في غندو خرجوا لنا علاقات اخرين دونك جو بي اوبتينيغ طو صافي نسال ليا هذه حيدها غتبقى لك في ايغال ام ام بريم سيغ طو بغيتي طو غادي تطلع طو هنايا وغتنزل في هنا في بلاصه دونك غتولي عندك طو ايغال ام ام بريم سيغ في وهانت حصلتي على لا غولاسيون ديال الروتار دونك طو ايغال ام ام بريم سيغ في صافي Donc, il y a l'expression du retard temporel. Donc, on observe alors au point M, à la date T, tôt, la même perturbation à celle que les quand le point S. Et dans le cadre, on a maintenant un goulot entre la source et un point M. Par exemple, avec le point S, l'instant T égale à 0. Et après un retard, on se lance un point M. On d'un point M. Après, un retard tôt. Donc, je peux écrire que V égale quoi? C'est la distance SM sur tôt. Donc, tôt égale SM sur V. Donc, tôt là, c'est le retard entre S et M. Ou est-ce que S zemani, beina, noctatine, S ou M. Comme on a dit, on a la notion de l'élongation. Ou on peut dire l'équation horaire d'un point du milieu de propagation. Donc on parle de l'élongation, l'estépale. Donc l'estépale. Donc ym. Ym égale ys facteur de t moins tôt. Par exemple, je vais vous dire le qui fait. Je vous mets. Donc l'élongation de la source. Ys. L'élongation de la source. Après, on va dire ym, on va dire l'onde. Par exemple, ifs. Donc la source. واحد الانستون تي تي زيرو غادا توصل لوند غاتوصل لوان بوان ام غاتوصل ابخي ان روتار طو غاتوصل ام ابخي ان روتار طو دونك كاين واحد لو روتار دونك هذيك لا ترونسلا يعني كاين واحد لا ترونسلاسيون ديال هذيك لوند دونك اون ترونسلاسيون دو ايغريك اس دون دوغي طو اون اوبتيان ايغريك ام يعني كنديرو واحد لا ترونسلاسيون دون دوغي طو ها هي راه نفس الاستطالة نفس ليلونغاسيون ديال ايغريك اس مي ابخي après un retard tôt يعني كاين عندنا واحد لا بيرتو يعني واحد لو روتار entre ym et ys وهذا الشيء هو اللي كنترجمو هنايا دونك ym سي ys لو تي موان تو باغ اكزومبل غادي يجي يقول لك كتب ليا ليكسبرسيون ديال ليلونغاسيون دو ym كومون فا ايكري ym عندك باغ اكزومبل غادي تحسب تو سوا غادي ديتيرمينيها يعني غادي تحددها ديريكتومون من ليكزارسيس من ليكزارسيس غادي تقلب على اس ام وغتقلب على في وغتحسب اس ام على في ها وغادي تمشي تحسبها باغ اكزومبل حسبنا لقينا 0.3 سكوند دونك غايجي يقول لك كتب ليكواسيون اورا كتكتبها مباشره اش كدير كتفكر فيها بزاف دونك ايغريك ام ايغال ايغريك اس فاكتور دو تي موان 0.3 صافي وغالبا في لي زيكزارسيس ولا في دوك لي ناسيونو تتعطى على شكل كيو سي ام خاصك غير تكون حددتي طو صحيحه باش تكتب ليلونغاسيون ولا ليكسبرسيون ديال ليلونغاسيون صحيح صافي اذا هذا هو اللي كاين في لا نوسيون ديال ليلونغاسيون ولا ديال ليكواسيون اوغيغ اللي كتسمى بالعربيه الاستطاله
Maintenant, on va voir les facteurs qui influencent sur la solidité d'une onde. يعني شنو هما العوامل اللي كاثروا لنا على سرعه انتشار ديال واحد الموجه. شوفوا معايا هذا الطابلو هذا. الطابلو هذا مأخوذ من المانيوال ديال لا فرانس. تنحط لكم لو ليان ديالو باش تيليشارجيه. دونك لو ميليو لا سيريتي en mètres par seconde, à une température 0 degré Celsius, ou la pression. Donc, la célérité d'une onde sonore, on va dire qui fait que tu avec la célérité de l'onde mouja, ça par rapport au milieu de propagation. Par exemple, à l'air, flair, il y a une fois, le kainat, la tafaste de l'arbre, à la puissance moins 2 mètres par seconde, à coucher chi mètres par seconde. Fait le hélium, c'est autre facile à la 10 à la puissance 2. L'hydrogène, aqal, yak. 1,28 10 à la puissance 3, là, كتر عفوا 10 à la puissance 3, l'eau زادت, l'acier زادت, ou le granit ولات 6 10 3, يعني تقريبا 6000. باش كنلاحظوا هنايا ما بين الاغ والهيليوم والهيدروجين الا بقيتي غادي طالع يعني من الاغ حتى الجرانيت، اش كنلاحظوا؟ الجرانيت راه هو ديك الصخور البركانيه، دونك كل ما كان لو ميليو بلو دونس يعني اكثر كثافه. باغ اكزومبل الا خديتي الاغ كيفاش ديري لي موليكول دار مباعدين على بعضياتهم مباعدين، دونك تكون لا سيريتي اصغر. مثلا الا خديتي لو، لو كيوليو مثلا بحال هكا، كيوليو هذوك لي موليكول دو لو بلو متقاربين بزاف، دونك لو ميليو بلو دونس اكثر اكثر كثافه. ولكن عرفتي الجرانيت كيفاش داير؟ الجرانيت راه متقاربين بزاف هذوك لي موليكول ديالو. دونك كل ما كانت لا دونسيتي ديال لو ميليو كبيره، كل ما كان السرعه ديال الانتشار كبر، كل ما كانت لا سيريتي كبيره. دونك شنو غنستنتج انا؟ غنستنتج كو لا سيريتي دي نوند نو ديبون با كو دي كاركتيرستيك دو بيرتورباسيون ني لامبليتيود ولا ديوري. La célérité dépend de la nature du milieu. يعني تتعلق بالوسط ولا بطبيعه الوسط اللي كتنتشر فيه هذيك لوند. صافي، اذا هذا هو اللي خاصكم تعرفوا في هذه الفقره هذه. Maintenant, avec le dernier paragraphe de le cours, c'est comment mesurer le retard temporel tôt à l'aide d'un oscilloscope. Quand tu as déjà fait le watanier, tu as fait le frère. Et donc, qu'est-ce que tu as fait à court terme? En tant que même chercheur, tu as fait le double ou l'oscilloscope. Et donc, qu'est-ce que tu as fait l'oscilloscope? C'est un dispositif expérimental qui affiche les signaux sur l'écran dialo, qui qu'on fait des divisions, mais qui est les divisions, parce que c'est plus long, qui qu'on voit. Mais c'est les divisions horizontales, relevant qui qu'on dit le temps, dit le temps, ou vertical. كتكون ديال الطونسيون ولا ديال الكورون ولا شحال باغي نديرو بها. صافي، دونك كومون ميزوري لو روبار. دونك جو في كريي اون اوند، ها هي لا سورس، هي هادي لا سورس، هي هادي ياك. وعندك هنا دو ريسبتور، ريسبتور ار ان ياك، المستقبل ار ان ديال لي زوند، والريسبتور ار 2. دونك هذوك لي ريسبتور مع بعضياتهم بيناتهم واحد لا ديستونس دي، بيناتهم واحد لا ديستونس دي، واحد المسافه بيناتهم. ولكن باش غادي توصل لوند ار ان، ملي غتوصل لوند ار ان، R2 ما غادي يستقبل لوند ابخي ان غوتار تومبوريل اللي هو طو، يعني ما غادي يستقبلها حتى غتمر واحد المده زمنيه طو. هذيك طو هي اللي غادي نجبدوها ابارتيغ دو ليكرون دو لوسيلوسكوب. اذا ابخي ليكسبيريونس، بعد ما صيفطنا هذيك لوند رسلناها تسجلت من طرف R1 وتسجلت من طرف R2، هذه هي الريزولتا ديال ليكسبيريونس. شنو غادي نحصلوا في ليكرون دو لوسيلوسكوب؟ اون فا تروفي لو بروميي سينيال ابارتيغ دو R1، الريسبتور R1، و عندنا هنا لو دوزيام سينيال سي à partir du récepteur R2. Donc, il y a un taux. Donc, on va mesurer ce taux. Donc, taux, je vais dire, c'est de la fin de l'onde à la fin de l'onde. Ou le début à le début. Je ne sais pas si tu as le chiffre de l'onde, ou le début à la fin. Là, خاصك تحسب من الديبي حتى الديبي، من البدايه للبدايه، ولا من النهايه للنهايه. صافي، باش ما تخلطش الكومبا. حنا غناخذوا باغ اكزومبل من النهايه للنهايه. دونك هذيك طول شحال فيها من كاري، شحال فيها من مربع، شحال فيها من ديفيزيون؟ ها هي ديفيزيون 1 2 3 4 5. دونك طول ايغال 5 ديفيزيون، ولكن حنا ما كنحسبوش بالديفيزيون. فطو سي ان روتار تومبوريل، دونك خاصني نلقاه باحد وحدات ديال الزمن، يعني سكوند ولا ميكرو سكوند ولا ملي سكوند. اشنو كنلقاو في ليكرون ديال لوسيلوسكوب ولا في الباراميتراج ديال لوسيلوسكوب؟ كنلقاو السنسيبيليتي اوريزونتال، الحساسيه الافقيه. سنسيبيليتي اوريزونتال اللي رجلينا فيها في هذيك الاكسبيريونس شنو هي؟ هي 1 ميكرو سكوند باغ ديفيزيون، بمعنى انه كل ديفيزيون شحال فيها؟ 1 ميكرو سكوند. دونك 5 ديفيزيون فوا 1 ميكرو سكوند باغ ديفيزيون. كتشد العدد ديال التدريجات وكتضربهم في لا سونسيبيليتي، في هذيك الحساسيه. ديفيزيون غيمشي مع ديفيزيون، دونك اش غتبقى عليك؟ 5 ميكرو سكوند. 5 ميكرو سكوند الا بغيتيها بالسكوند، كيف ما كنعرفوا فالميكرو هو 10 على بويسونس موان 6 سكوند. تفهمنا؟ دونك هكا كنكونوا حددنا لو روتار تومبوريل ا ليد دو ليكرون دو لوسيلوسكوب. باغ اكزومبل زادونا في لي دوني وقال لك اودي هذيك دي اللي عندك، هذيك لا ديستونس دي ايغال 10 متر. 10 متر، وغيقول لك كالكولي لا سيليريتي دو لوند. دونك كالكولي لا سيليريتي دو لوند. دونك اش غادير؟ غادي دير في سيليريتي ايغال دي سور دلتا تي.
دلتا تي هي داك الروتار بين لي دو ميكروفون ولا بين لي دو ريسيبتور. دونك هذيك الديره هي دي 10 غنخليوها، ولكن دلتا تي باش غتعوضها غتعوضها بالضو. دونك شحال غتبقى لك؟ 10 متر سيغ 5 فوا 10 على بويسونس موان 6 دلتا تي. دونك شحال غادي تعطيك؟ 10 على 5 هي شحال؟ هي 10 على 5 هي 2، وهذيك 10 اس ناقص 6 طلع فوق كتولي 10 اس 6، دونك 10 اس 6 سكوند. صافي، دونك هادو هكا كنكونو قدرنا اننا نحسبو لو غوتار طومبوغيل اليد دو لوسيلو لوسيلوسكوب، وقدرنا نخرجو بيه حتى لا سيريغيتي. دونك هادي هي كانت لا فان ديال هاد الكور هذا. دابا غادي نخليكم مع واحد ليكزيرسيس دابليكاسيون اللي غديروا بوز لا فيديو ولا ديروا كابتشور ديكرون ولا امبريميو هاد لاباج هادي وخرجوه وعاد رجعوا للتصحيح. ليسونسيال هو انني تكون استفدتي من هاد الدرس هذا. باش غادي تعرف راسك استفدتي من الدرس هذا، غادي تقدر انك تخرج واحد تقريبا نصف ديال هاد التمرين هذا بوحدك بدون المساعده ديالك. اذا غادي نخليكم على مع ليكزيرسيس، اقراوه بوحدكم وتخرجوه ونتلاقاو مع التصحيح. دونك اون فالي يعني لينونسي دو ليكزيرسيس، وغنشرح لكم ايتاب بار ايتاب قبل ما نبداو نجاوب. دونك اون ايتيدي لا بروباغاسيون دون بيرتورباسيون لو لونغ دون كورد ايلاستيك على دات تي ايغال ا زيرو لو فرون دو لوند ولا دو لا بيرتورباسيون ا كيتي ليكستريميتي اس دو لا كورد. ها هي اس، اس هي لا سورس. صافي، ا تي ايغال ا زيرو ولوند خرجت من لا سورس، هادشي اللي بغا يقول لك. على دات تي ان ايغال 2,4 سكوند اون برون اون فوتوغرافي انستونتاني دو لاكورد، يعني خدينا التصويره ديال لاكورد فاش من انستون في تي ايغال 2,4 سكوند، يعني 2,4 سكوند لوند وصلت لهذا لو بوان ام 1. صافي، ها لا فيغور سي دوسو ريبرودوي ان كليشي اوبتوني افيك اون ايشيل دي لونغور. اش عطاونا؟ عطاونا اكس هنا. دونك ليشيل دي لونغور الا جيتو تشوفو عطينا واحد الرقم واحد هنا، سيتادير كو هاد لا ديفيزيون هادي شحال فيها؟ فيها واحد، يعني جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة وانت غادي. ها هي هنا كاينة 10، كاين لي بوان اللي عندنا هنايا سي بي 1 ان 1 ام 1، وكاين واحد لو بوان كيلون ها هو كاين هنايا. صافي، هادو هما لي دوني اللي عندي انا، هادشي اللي شفت هنايا. راه هنا غادي ديجا يشرحوا لينا ام 1 سي لا بوزيسيون دو فرون دو لوند، دونك لو فرون هو كيمثل لينا هو ام 1 اها على دات تي 1، ان اي سيل دو كريت، الكريت هي القمة القمة، اي بي 1 سيل لا كو دو لوند، يعني انه يعني الاخير ديال لوند. صافي، لوند كي سو بروباج. شوفوا ما تمشيوش تجاوبوا اولا، خلونا تنقراو الاسئله كاملين، ربما تكون شي حاجه هنايا يعني كاينه في السؤال 6 ولا 7 حنا ما عارفينهاش. دونك لوند كي سو بروباج دو لونغ دو كورد ايتيل ترانسفيرسال او لونجيتودينال، بيان غادي تكونوا عرفتوها. كالكولي لا سيليريتي دو لوند لو لونغ دو لا كورد، غنحسبوا لا سيليريتي. كيل لا دوري دو موفمون، هذه هي ديك لا دوري دوند اللي قلت لكم دان بوان دو لا كورد او باساج دو لوند، هذه هي ديك دوري دوند اللي كنت شرحت لكم في الاكسبيريونس. أربعة، على دات تي أن، كيل سون لي بوان دو لا كورد كي سيليف اي سو كي ديسون، يعني اللي غيكون عندهم موفمون فيغ لو هو واللي غيكون عندهم موفمون فيغ لو با على لا دات تي أن. ديسيني لاسبي دو لا كورد على دات تي دو 3,6 سكوند سور لو بوان كو، لاسبي دو لا كورد هو الشكل 6 سور لو بوان كو دو لا كورد سيتيي ا 12 متر دو اس، كيل اي لا دات لو بوان كو كومونس ا سو بوجي، يعني فاش من لحظة غادي يولي لو بوان كو كيتحرك. اذا غادي يتحرك ملي غتوصلوا لو فرون دو لوند، يعني ان الفرون دو لوند غيولي هنا، لوند غتولي هنايا، هذا هو المعنى ديالها. كيل لو بوان او لا كيل دات لو بوان كو سي ستيل ا سو بوجي، يعني امتى غادي تفوتوا لوند، ا كيل دات او لا ديكريغ لو موفمون دو بوان كو، يعني في الاخر غنديروا واحد الباراغراف صغير غنشرحوا فيه لو موفمون دو بوان كو، يعني غنتكلموا شويه بالفرنسيه ونشرحوا لو موفمون دو بوان كو. دونك اون كومونس بار لو بروميي ولا لا بروميير كيسيون سي است كو لوند اي ترانسفيرسال اون لونجيتودينال، كنظن ان هذه راه واضحه مزيان. دونك سي سي اون اوند كيفاش دايره؟ سي اون اوند ترانسفيرسال، غير هو هنايا ضروري انكم ديروا ديروا ليكسبليكاسيون ولا ديروا لا جوستيفيكاسيون. دونك حنا غنديروا ان ترانسفيرسال ترانسفيرسال كار كوا لا ديريكسيون كار لا ديريكسيون دو لا بروباغاسيون اي بيربونديكولير، عموديه بيربونديكولير، تقدروا ديروا لها الرمز هذا اي بيربونديكولير ا سيل دو لا بيرتورباسيون، اتجاه تشويه عمودي على اتجاه الانتشار، اتجاه تشويه عمودي على اتجاه الانتشار. صافي، اتجاه تشويه عمودي على اتجاه الانتشار. مازال كالكولي لا سيليريتي دو لوند لو لونغ دو لا كورد. دونك كيفاش غادي نكالكولو لا سيليريتي؟ حنا شنو هما المعلومات اللي عندنا؟ عندنا ا تي ايكال ا زيرو لوند كيت لو بوان اس، دونك هذيك هي لا كوا لا سورس ياك، وعندنا ا لانستون تي ان
ياك عندك 2.4 لوند وصلت لو بوان ام 1. لوند شحال قطعت ديال الزمان، شحال قطعت ديال المسافه؟ قطعت المسافه من اس حتى الام 1، من اس حتى الام 1. دونك غادي نخدموا العلاقه ديال اش ديال اون سي كو، اون سي كو في ايغال دي سور دلتا تي. صافي دي من لي دوني من ليكزرسيس، دي لا ديستانس باركوري، سي لا ديستانس من اس حتى الام 1، من اس حتى الام 1 في لي دوني شحال عندنا؟ من اس حتى الام 1 واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة، ستة متر. دونك ستة متر، منين جبت هذاك متر؟ ها هو من هنا، دونك سي متر، سي متر. اها ودلتا تي، دلتا تي هي لانستون تي 1 موان لانستون تي 0، سي 2.4 موان 0، 2.4 موان 0 سي 2.4 سكوند. ودابا ممكن تحسب ابليكاسيون نيميريك تو سامبلومون، تو بو كالكولي لا سيريد. دونك في ايغال 6 متر سور 4.2 سكوند. دونك ابليكاسيون نيميريك دونك 6 سور 2.4 اون تروف 2.5. دونك 10 à la puissance 0 هي واحد. دونك متر سكوند موان 0. دونك جي كالكولي لا سيريد. صافي تفهمنا. Donc on passe à la question 3. 3. Quelle est la durée du mouvement d'un point de la corde au passage de l'onde? Donc, Rasné, déterminer la durée du mouvement. La durée du mouvement, c'est-à-dire la durée d'onde. Il y a le mot derrière l'onde. Durée du mouvement du point M1. Je vous ai dit ce qu'il ressemble comme ça. Donc, à T égale à T1, l'onde, vous êtes là, M1. Mais après une durée d'onde, les à delta T1, l'onde quitte le point M1. Fait tout. Bah, le mode deuxième manière, delta T1. Elle dit que delta T1 est libéré 1. Delta T1. Qui va calculer? On va utiliser la relation de la sérénité automatiquement. Rien ne va être plus. Donc, on sait que V égale D sur delta T. ياك غير هذيك دي غنعوضها بدي ان، وهذيك دلتا تي غنعوضها بدلتا تي ان، سيدنا غتجيب دي ان. الوقت اللي لوند فاتت او فاتت هذيك البوان ام ان، شحال المسافه اللي قطعت هذيك لوند؟ هي هذه، هذه هذيك المسافه دي واحد، هي لا لونغور دوند اللي شرحت لكم في الكور. لا لونغور دوند يعني طول موجة، لا لونغور دوند. دونك الموجه قطعت هذه المسافه هذه في شنو المده؟ في المده ديال طات تي ان. دونك هذيك دي ام غنمشي نجيبها، غنجيبها من الشكل. دونك لا لونغور دوند الا مشيتو لا لونغور دوند شحال غادي تلقاو فيها؟ غادي تلقاو فيها من هنا حتى لهنا، من هنا حتى لهنا شحال فيهم تدريجه؟ في جوج، وكل تدريجه شحال فيها؟ كل تدريجه فيها 1 سنتيمتر. ياك ها هي 1 سنتيمتر. دونك من هنا حتى لهنا هذيك لا لونغور دوند شحال فيها؟ فيها 2 متر، عفوا ماشي سنتيمتر، 2 متر. دونك دي ان سي 2 متر. ولا حنا ما باغينش في ديجا حنا كاتكون في، دونك حنا خاصنا ديتا تي ان. دونك دي ان عندنا هي 2 متر، هي ديك لا لونغور دوند، و في راه ديجا كالكوليناها، هي شحال في شحال لقيناها؟ 2.5 متر بار سكوند، متر بار سكوند ولا متر سكوند موان زعما. انا شنو خاصني ديتا تي ان من هاد العلاقه هادي؟ دونك جو في باسي ديتا تي ان فيغ لو هو اي في فيغ لو با. دونك اش غتعطيني؟ غتعطيني ديتا تي ان ايكال دي ان سور في. انا لقيتها. دابا غادير لابليكاسيون نيميريك ديالي. L'application numérique delta T1 égale 2 mètres sur 2.5 mètres seconde moins 1. Donc mètre à mètre, je vais dire que je fasse la 5. Donc on a 8, 10 à 1, 0.8. Donc tu peux l'écrire comme ça. 10 moins 1 seconde, ou là 0.8 seconde. إذن هانت لقيتي لا دوري دو لوند، يعني المدة الزمنية اللي غتهز فيها لوند وتهز فيها البوان ام 1 ويرجع للمكان ديالو. لا كيسيون 4، على دات تي 1 كين سون لي بوان دو لا كورد كي سيليف اي سو كي ديسون؟ شكون هما اللي غيطلعوا وشكون هما اللي غادي يهبطوا؟ شوفوا معايا هنايا الوقت اللي لوند غتوصل لام 1، لوند غادي يعني داك البوان ام 1 غادي يطلع فيغ لو هو، ها هو ياك، لان المقدمة ديال الموجة كتشوفو مرتفع. لو بوان ان الي ديجا اون هو، دونك غادي ينزل فيغ لو با، و لو بوان بي 1 immobile. ما غادي صافي فاتو لوند هذا هو سالات معاه. دونك لو بوان ام لو بوان بي 1 صافي سالات معاه لوند، دونك ريست ايموبيل. دونك لي بوان كي سو لو بوان اللي غادي يطلع فيغ لو هو هو ام 1، ولو بوان اللي غادي ينزل فيغ لو با هو ان 1. صافي فهمنا. دونك كيسيون كا ام 1 فيغ لو هو اي ان 1 فيغ لو با. صافي فاهمين، هذا هو الجواب ديال لا كيسيون كا. Nous avons la question 5. Dessinez
l'aspect de la corde à la date T2 égale 3,6 secondes. Donc, attends, on a l'instant. دابا اللي غتوصل فيه لوند، دابا عندك هنايا لوند اللي صورنا او الكليشي اللي صورنا هنا راه 2.4 سكوند، بعد واحد مده اخرى 3.6، دونك عطاك 3.6. اشنو هو باش ديسيني هذاك لاسبي دو لاكورد، باش ترسم الشكل ديال الموجه، اشنو غادي خاصك؟ غادي خاصك لا ديستونس، غادي خاصك لابسيس. فين وصلت لوند؟ فين هي النقطه اللي وصلت لها لوند؟ باقي ما عندكش. دونك تي دوا ديتيرميني كوا، تي دوا ديتيرميني لانستون، تي دوا ديتيرميني لا ديستونس باركوري في هذا لانستون هذا 3.6. دونك خاصنا باش نديسيني لاسبي دو لاكورد، l'aspect de la corde, je nous chassna, chassna, la distance d de maintenance. On va dire par comme la lacune v, on sait que v égale d sur delta delta t. Rien à rajouter entre d 2, on a rajouté entre delta t 2, d 2 sur t 2 moins t 1. Donc tu peux déduire d 2 tout simplement. Il a haïti les gars, haïti, on cache pas le stack. Donc je vais vous lire entre, je vais lire entre t 2 moins t 1. Là, on verra dans le test. Donc je vais vous lire entre d او اللي حنا باغيين دي 2، دونك غادي نطلعوا غير هذه صافي. دونك غتولي عندك دي 2 ايغال في فاكتور دو تي 2 موان تي 1. ابليكاسيون نيميريك 2.5 ديجا لقيناها، هنا 3.6 ناقص 0 لان تي 1 لانستون تي 0 عفوا لانستون تي 0 ديال لا سورس، اذا يساوي 0. دونك لانستون تي 0 سي با لانستون تي 1، صافي ردوا معايا بالنا لانستون تي 0. دونك جو بو ديدوير دي 2، دونك دي 2 سي 2.5 فوا 3.6، دونك جوبتيان 2,5 fois 3,6, j'obtiens 9, donc 9 mètres. C'est-à-dire que l'onde, d'abord je vais dire, je vais dire la fin, le front de l'onde, les wasels ou la fin de ou la queue de l'onde. Je vais dire le front de l'onde, les lèches, les le front de l'onde, dis-moi où il est. Donc là, une fois qu'il est sorti, qu'on s'envoie. Ça fait. Donc à ce niveau, la 6 numéro 9. يعني الرقم تسعود، واحد، جوج، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعود، عشرة، ياك هذا عشرة، هذا تسعود، وعندك هنا إكس أون متر، دونك هنايا غادي ترسم لاسبي دو لاكورد، لاسبي دو لاكورد، دونك لو فرون دو لوند غيكون في تسعود، شحال لا لونغور دوند؟ لا لونغور دوند فيها 2 سنتيمتر، دونك غادي تعاود ترسم هذاك الشكل اللي تاعك بحال هكا، صافي؟ دونك هذا هو لاسبي دو لاكورد أ لانستون 3.6 سكوند، دونك 3.6 سكوند، لو فرون دو لوند غادي يكون فين؟ في تسعود، غيكون في لابسيس نيميرو 9 متر. دونك لا كيسيون 6 قالوا لنا بان هذا بان لو بوين كي لي سيتوي او بوين او لا 12 متر دو اس، سيتوي ا 12 متر دو اس، سيتادير كو انه كيتواجد على بعد اس بمسافه 12 متر. يعني نحسبوها 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13، المهم نكملوا ياك فوالا. دونك قلنا 12 هي هذه ياك، هي هذيك كي، وهنايا اس، دونك كيبعد عليه بالمسافه 12 متر. نعاود نتاكد لانني اضعت الحساب، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12، صافي هي هذيك، هذا هو 12 ياك، مزيان 13 14 واخا. دونك السؤال اش كيقول؟ السؤال تيقول لنا ا كيل دات لو بوان كي كومونس تيل ا سو بوجي. دونك غادي تكون عندك غادي توصلوا لوند هنا ياك، غتوصلوا في واحد لانستون، واحد لانستون نسميه انا لانستون تي 3، تي 3. دونك ايسي لو بوين كي كومونس ا سو بوجي، هنا توصلوا الفرون دو لوند، غادي يبدا يتحرك، غادي يبدا يتحرك. الوغ يعني لوند دارت واحد المده دلتا تي 3 اللي اش كتساوي لنا؟ كتساوي لنا تي 3 هذاك لانستون اللي تنقلب عليه موان تي 0، تي 0 توجور هو لو بوين ولا هو لانستون دو كومونسمون دو موفمون ديال هذاك ديال هذيك لوند. دونك لقينا تي 3 تي 3 او لقينا دلتا تي 3 ليكسبريسيون ديالها هي تي 3 موان تي 0. لا ديستونس دي شحال؟ تي دي 2 او دي 3 هي شحال؟ هي 12 متر، ما بين هي المسافه بين ما بين اس و كي، دونك اس كي شحال؟ 12 متر. دونك كومون جو في تروفي تي 3 او في راه لا سيليليتي راه ما كتبدلش، راه توجور 2.5 متر بار سكوند. دونك غادي ننطلق ثاني من العلاقه ديال في، في ايغال هي ا، دونك الكيستيون ا في ايغال دي سور دلتا تي، دي سي اس كي و دلتا تي شحال هي؟ هي تي 3 موان تي 0، تي 0 ايغال 0، دونك سي با لا بين دو لو متر، صافي غنحيدو. دونك غتولي عندك الا بغينا نكتبوها مزيان، دونك في ايغال اس كي سور تي 3، حيت تي 0 قلنا هو لانستون ولا لوريجين ديال دات. دونك انا باغي تي 3، تي 3 ايغال في اولا غادي نديرو اس كي
surveille. صافي اذا هذه هي الاكسبرسيون دو تي 3 غنديروا لابليكاسيون نيميريك اش غتعطيك تي 3 ايغال اس كيو سي 12 متر سور 2,5 متر بار سكوند نديروا لابليكاسيون نيميريك 12 سور 2,5 اون تروف 4,8 دونك 4,8 سكوند دونك le point Q commence son mouvement à la date T3 égale combien 4,8 secondes. Tiens, 4,8 secondes. Donc, c'est le tarikh li ghatbda fi nqta Q l haraka dial. À quelle date le point Q cesse-t-il de bouger? Yani ghadi twaqf. Imta ghadi twaqf lina le point Q al haraka? Le point Q ghaytwaqf al haraka mli ghadi tfoutou l'onde. يعني غيولي البوان كو غيولي البوان كو هو لو كو دو لا دو لوند غيولي هو المؤخره الموجه دونك اشنو غادي يبقى عندك يعني ان يعني ان دلتا تي المده الزمني او لانستون تي 4 اللي غادي توقف فيه اش غادي يكون غيكون هو داك تي 3 اللي وصلت ليه زائد هذيك دوغي دوند اللي كنت تكلمت عليها قبيله دلتا تي 1 لان المده باش تهز كيو ونزل هي ديك دلتا تي 1 اللي كنا حسبناها قبيله هي هذه جو بونس فين كاينه لا دوغي دوند لا دوغي دوند راه حسبناها هنايا ها هي هذه هي 0.8 صافي شاف دوري دو موفمون دان بوان ام 1 وراه كاع النقاط راه عندهم نفس الحركه ديال ام 1 راه كاملين دونك المده ديال الحركه ديال هذيك النقطه كو هي شحال هي 0.8 يعني ان خاصك تشد هذاك لانستون تي 1 وتزيد عليها هذيك 0.8 دونك شحال خرجنا 4.8 ونزيدوا عليها 0.8 اذا هذه لا كيسيون بي 0.8 شحال غتعطيني غتعطيني 5.6 دونك 5.6 سكوند الوغ à l'instant T4 égale 5,6 secondes, le point Q cesse à bouger. Cesse à bouger. Il y a un autre qui est à la harak. قالينا اخيرا سي ديكريغ لو موفمون دو بوان كو اذا هادشي كامل اللي لقيناه دابا غنحاولوا اننا نديروه في واحد الملخص دونك اتي 3 ايغال كومبيان شحال لقينا T3 لقيناها 4,8 ياك بحال كتشرح ليه بحال كتوصف ليه دونك ا تي ايغال 4,8 سكوند لو فرون دو لوند اتان لو بوان كو سو ديرني كومونس ا سو بوجي ياك لا كومونس ا بوجي دونك كومونس ا بوجي لو بوان تو دابور Tout d'abord, le point Q, où je vais être là le fort ou le rien zil tchèche. Gna une fois que tu sors l'onde, le wahed nokta, que tu l'as le fort. Donc, aura un mouvement vers le haut. Puis, un mouvement vers le bas. Vers le bas. Une chagadi tchouakaf, a tchèche. 4 égale 5,6 secondes, le point Q cesse à bouger. Ça fait, on a une description du mouvement du point Q. Ça fait, tu vois maintenant. Et donc maintenant, quand on observe une hadar, on a des applications et tout. Mais elle a des tamarin khrayn, بالنسبه les ondes mécaniques progressives, on va les afficher pour vous. اذا غادي تكون عندنا لا سيري ديز اكزرسيس ان شاء الله ديال لي زون ميكانيك بروغريسيف وكتكون من 15 تمرين نيفو ديال سيونس مات مخوده من المانيوال ديال فرنسا كيف ما قلت لكم مخوده من دي ناسيونو مخوده من دي كونكور داكسي دي غروند زيكول وان شاء الله هاد لا سيري هادي غادي يكون التصحيح ديالها خاص بالناس اللي مشتركين في لا بلاتفورم اجي تفهم اكاديمي وكاين بعض التمارين اللي غادي يكونوا بشكل مجاني في اليوتيوب وحتى في لا بلاتفورم ولكن الاغلبيه ديالهم ان شاء الله غادي يكونوا الناس اللي مشتركين في لا بلاتفورم ديال اجي تفهم اكاديمي اذا انا نتمنى انكم تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو هذا وفهمتوا الدرس ديال لي زوند ميكانيك بروغريسيف اذا كان عندكم اي تساؤل او اقتراحات راه عندكم الرقم ديال الهاتف ديالي اللي تشوف اول ديال الفيديو وكنتمنى لكم حظ موفق هذه السنه ان شاء الله مع تحياتي والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته